نفتح سوا أبواب الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم أبواب الخير على إذاعة راديو مصر، ومعكم عمرو الليسي. ورمضان كريم عليكم جميعا يا رب. ربنا سبحانه وتعالى لخص الهدف من رمضان في كلمتين: لعلكم تتقون. يعني يا سيدي لازم تطلع من رمضان وانت كسبان حاجة جديدة، تتعود على عبادة كانت يمكن نسيتها، اهملت فيها قبل رمضان، تسيب ذنب كنت متعود ترتكبه قبل رمضان وحتتوب عليه في رمضان، وتقول يا رب ما رجعلوش بعد رمضان. والله يا رب، يعني انا بشوف اللي عايز يبطل سجاير يعني يتوب عن السجاير في رمضان، والله يا جماعه، وربنا يتقبل توبته وبعدها يمسك نفسه بعد رمضان. تتوب عن اشياء مش لازم تعملها وتتمسك باشياء ضروري تعملها، تفكر ازاي تعيد ترتيب نفسك واسلوب حياتك وتعمل حاجات تستمر معاك بعد رمضان. لازم تخرج من رمضان بحاجه من ريحته وبركته وخيره وجمال طقوسه وعظمه عبادته، ساعتها هتعرف ان رمضان اثر فيك وهتبقى كسبت اجمل واغلى مكسب في العالم. اللهم اجعلنا من الفائزين الغانمين في رمضان، قولوا جميعا امين. نطلع لفصل يلا، بس هنقول بس الرقم اللي هتتواصلوا عليه طول اليوم: 02-2578-5893، ومعكم عمرو الليسي ورمضان كريم. ورجعنا لكم تاني برنامجكم أبواب الخير على إذاعة راديو مصر، ومعنا الأستاذ أحمد دبيب رئيس قطاع العمليات الميدانية بنك الطعام. احكي لي يا فندم، خطة جمعية بنك الطعام هتكون إيه في رمضان السنة دي، ومستهدفين كم مستفيد، وإيه البرامج الجديدة الموجودة السنة دي إن شاء الله؟ أهلا وسهلا دكتور عمرو، إزاي حضرتك؟ وكل سنة وحضرتك طيب والشعب المصري كله بخير. بنك الطعام المصري إن شاء الله متواجد كالعادة للعام 20 على التوالي، والسنة دي بنك الطعام بيحتفل ب20 عام على وجوده في المجتمع المدني، وجوده لخدمة أهلنا في مصر في كل حتة من أهلنا المستحقين في جمهورية مصر العربية كلها. احنا في رمضان كالعادة جاهزين إن شاء الله، موجودين في كل المحافظات، في 27 محافظة موجودين بخدمات بنك الطعام، من كراتين رمضان، كراتين فرحة رمضان اللي بيتم توزيعها على كل الأسر المسجلة تحت قاعدة بيانات بنك الطعام المصري في 27 محافظة، وكمان عندنا موائد الإفطار اللي موجودة في 27 محافظة، ده بخلاف الإفطار اللي بيطلع من المطابخ الخاصة بالجمعيات القاضية لبنك الطعام اللي بيتم توزيعها على بعض الأسر في البيوت وعلى الصائمين يوميا في كل مكان في كل محافظات مصر. احنا كمان عندنا حملة هنفطر في المحطة، ودي حملة توزيع إفطار خفيف يوميا في محطات المترو قبل الفطار بنص ساعة، عشان بس تبقى حاجة بسيطة لحد ما الراكب يوصل بالسلامة لبيته ويقدر يفطر. بنك الطعام المصري متواجد السنة دي بالتكية المتنقلة أو تكية المحروسة، ودي برنامج جديد تم البداية به في شهر رمضان السنة دي. العربية بتتحرك كل يوم في منطقة وتتمركز في المنطقة دي، وبتعمل الإفطار يوميا في المنطقة اللي بتقف فيها، وبيتم توزيعها على الصائمين يوميا 30 يوم في رمضان إن شاء الله لإفطار الصائمين. أشكر جدا الأستاذ أحمد دبيب رئيس قطاع العمليات الميدانية لبنك الطعام. أبواب الخير دايما بالحب. قيل لأحد الصالحين: ما سر السكينة التي تعتريك؟ فقال: قرأت يدبر الأمر فتركت أمري لصاحب الأمر، وقرأت إن مع العسر يسر فأيقنت أن العسر زائل لا محالة، وقرأت فما ظنكم برب العالمين فأدركت أن خير الله قادم لا محالة. تعالوا ناخد أول مكالمة جات لنا النهاردة. مساء الخير يا دكتور عمرو، صحتك، كل سنة وانت طيب، رمضان يا رب كريم عليك. انا اسمي صدفه حسن علي، ونفسي حضرتك تكلمني. زي ما سمعنا المكالمه اللي جات لنا من الاستاذه صدفه حسن، يا ريت نكلمها لو سمحت. الو، السلام عليكم، اكلم الاستاذه صدفه حسن؟ ايوه، مين معايا حضرتك؟
انا عمرو الليسي من برنامج ابواب الخير. كل سنه طيبه ورمضان كريم. يا دكتور ما تستقول، انا سمعت صوت حضرتك والله، يعني ربنا يبارك لك. مش مصدقه نفسي والله للدكتور عمرو بيكلمني، والله العظيم فرحانه والله. ربنا يا رب يخليك ويكشر المرض، ورمضان كريم عليك يا رب. الله يخليك، ازاي حضرتك، ويعود عليك بالخير ان شاء الله باذن الله. جعل رمضان كريم عليك يا رب يخليك. الله يبارك فيك يا رب، كتر خيرك. حضرتك كنت لسه طلبانة، واحنا حالا سمعنا رسالتك، اموريني طلباتك ايه. والله انا سبت رسالة كده وعندي كشك، ونفسي حضرتك بس تجيب لي في بضاعة وحاجات عشان اشتغل، لان جوزي كان بيشتغل بس دلوقتي مريض، ما عنده دعامات ومركب قسطرة وكده وحاجات، وما بيقدرش يشتغل، وانا اللي بعون الدنيا والله يا دكتور. منية حياتي اللي انت تساعدني في مشروع البقالة ده، وانا عارفة اللي انت حضرتك يعني بتساعد ناس كتير، وعندي ابني برضو عنده انفصال في الشبكية في عيني مش بيشوف بعينه وكده. امنية حياتي اللي انت تقف جنبي وتساعدني، وربنا عالم بالظروف والله انا ماشية ازاي والدنيا ماشية معايا ازاي. طب انت ظروفك ايه يا ست صدفة؟ انا والله ظروفي والله يعني ربنا يعني العالم كمان اللقمة انا بجيبها ازاي، وانا عندي كشك بس ما عنديش في الدعاء، عايزة بدعاء بس، عايزة احط في الدعاء حاجات عشان انا بصرف على البيت، وانا اللي بعون البيت وكده. انا الوحيدة اللي يعتبر بشتغل في الاسرة برضو، وانا اللي عينة الدنيا، ونفسي في بضاعة عشان اشتغل ومشي الدنيا. التلاتة عندي بياخدوا ادوية، وانا ابني وجوزي مريض قلب، وابني عنده انفصال، وبنتي تعبانة، وانا مش قادرة يعني على المصاريف، مش قادرة اجيب لهم الادوية ولا قادرة، دنيا صعبة خالص. طيب اسمحيلي، يعني احنا في رمضان بنقدم مجموعة من الهدايا الجميلة، فاحنا بنهديكي مشروع بقالة بكل تجهيزاته، وان شاء الله يكون فتحة خير عليكي. مجرد ما هقفل معاكي زمايلي اللي قاعدين قدامي دول كلهم وباين عليهم الصيام هيكلموك ان شاء الله، يتواصلوا معاكي والرقم عندنا. ربنا يكفيك شر المرض يا دكتور عمرو يا رب، ويخليك لينا ومشوف المرض في جسمك بحق جاه النبي يا رب. نطلع لفاصل ونرجع نواصل برنامجكم ابواب الخير على راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. ورجعنا لكم تاني برنامجكم ابواب الخير على اذاعه راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. للتواصل مع البرنامج على رقم 0225785893. من الحكم القديمه الجميله حكمه بتقول: راحه الجسم في قله الطعام، وراحه النفس في قله الاثام، وراحه القلب في قله الاهتمام، وراحه اللسان في قله الكلام. لسانك هو لسانك ده، او لساننا هو اللي جايب لنا الكافيه. وصلنا لفقرة رمضان كريم، اللي هي فقرة المفاجآت اللي بنحقق فيها ايه؟ الامنيات. تعالوا نشوف مين صاحب او صاحبة الحظ السعيد النهاردة في فقرة رمضان كريم. أيوة مساء الخير دكتور عمرو، انا اسمي عبد الباسط، والنفس ان حضرتك تكلمني وتسمع رسالتي، وبصان انت طيب ورمضان كريم على حضرتك، وانا عارف انك بتتصل بالناس وتحققهم احلام. زي ما سمعنا صاحبة الحظ السعيد الاستاذة نسمة عبد الباسط، جالت نكلمها. الو، السلام عليكم. السلام عليكم، اكلم الاستاذ نسمة عبد الباسط. ايوه، مين معايا حضرتك؟ انا عمرو الليسي من برنامج ابواب الخير. كل سنه طيبه، رمضان كريم عليكي. اهلا اهلا يا دكتور عمرو، ربنا يبارك لك. والله مش مصدق لحضرتك رنيت عليا والله، وانا حضرتك مبسوطه اول ما كنت لحضرتك هتكلمني، اللي ما كنتش متوقع ان حضرتك هتكلمني في رمضان كده. كل سنه طيبه دكتور عمرو، ربنا يبارك لك. الله يخليك، ازي حضرتك. احنا كنا لسه حالا سامعين رسالتك، وعايز اقولك ان الفقرة دي اسمها فقرة رمضان كريم، دي من حقها فيها كل الامنيات، فحضرتك بقى اموري وتمني واحنا تحت امرك. حضرتك انا عندي كانت بنتي اتولدت بعيب خلق في عينيها، وكنا محتاجين نركب لها عين صناعية، فالتكلفة حضرتك هتكلف 25,000. فقلت حضرتك بتعمل برضو اعمال خير كتير وبتساعد الناس، وقلت امرنا على حضرتك والله، فما كنتش متوقع ان انت تكلمني على طول كده. طب قوليلي انت ظروفك ايه؟ ولا يا دكتور عمرو، انا ظروفي كده ما تسمحش ان انا اركب لها العين الصناعيه، عشان عندي ابن في الجامعه والتاني ثالثه اعدادي، وهي برضو في المدرسه وكده، فمش بامكاني ان انا اركب لها عين صناعيه حضرتك، وجودي شغال سواء على قد حاله، فمش بامكاني ان انا اعمل لها يعني عين صناعيه اركبها لها. ما عنديش اي معاش شهر حضرتك يا دكتور عمرو، وحضرتك عارف اللي في الجامعه برضو بياخد مصاريف غاليه، والتاني في تالتة عدد الشهادة السنة دي برضو فمصاريف كتير عليا، ودروس، وبنتي برضو عشان ظروفه برضو فمصاريفها كتير عليا، فانا مش في امكاني ان انا
مش قدرت ان اركب لها عين صناعيه وكده. طيب احنا هنهديكي 25,000 جنيه عشان تقوم بتركيب عين صناعيه لبنتك ان شاء الله باذن الله، هديه من برنامج ابواب الخير. شكرا دكتور عمرو، ربنا يبارك لك يا رب كده يا رب، ويديك الصحه حضرتك محوجك لحد يا رب دكتور عمرو، ربنا يبارك لك يا رب، كل سنه وانت طيب، رمضان كريم يا رب. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم. نطلع لفاصل ونرجع نواصل برنامجكم ابواب الخير على راديو مصر، ومعاكم عمرو الليثي. نفتح سوا ابواب الخير، نفتح سوا ابواب الخير. ورجعناكم تاني برنامجكم ابواب الخير على راديو مصر في رمضان، ومعنا الاستاذه نجلاء نصير رئيس قطاع المسؤوليه المجتمعيه بالشركه المصريه للاتصالات وي. الشركة المصرية للاتصالات وهي شركة وطنية دايما موجودة بجوار أهالينا في كل الأوقات، والسنة دي في رمضان 2024 الشركة المصرية للاتصالات وهي بتطلق أكبر حملة إطعام وكساء تفرح بها أهالينا في كل مكان في مصر. يا ريت تكلميني يا فندم عن تفاصيل هذه الحملة. أهلا وسهلا دكتور عمرو، أنا سعيدة جدا بوجودي مع حضرتك النهاردة، وإن أنا أستعرض معاك إطلاق أكبر حملة للإطعام وللكساء خلال شهر رمضان المبارك اللي بتطلقها شركة المصرية للاتصالات وهي. في الحقيقة إحنا لما فكرنا في هذه المبادرة كانت طبعا على أولوية تفكيرنا، لأن الأمن الغذائي ده خط أحمر، وإحنا كنا شايفين أن في ظل الظروف والتحديات اللي بتواجهها كل دول العالم ومنها طبعا مصر، المواطنين محتاجين الجهات تبقى المجتمع المدني والشركة القطاع الخاص، كل الجهات أنها تتكاتف علشان تقدر تدعمهم بطرق مختلفة جدا. السنة اللي فاتت إحنا بالفعل عملنا حملة كبيرة جدا، وقدرنا أن إحنا نوزع 500,000 كرتونة مواد غذائية على مختلف المحافظات، وعملنا موائد للإفطار برضو كانت مستمرة طوال شهر رمضان في كل محافظات الجمهورية. السنة دي في الحقيقة احنا بنطلق اكبر حملة، يعني ان احنا زودنا كميات جدا، وقدرنا ان احنا ندخل جهات كتير في الشراكة معانا من مؤسسات المجتمع المدني. يعني بيشاركنا السنة دي 4 مؤسسات في حملة التوزيع الكراتين المواد الغذائية، وفي نفس الوقت في الموائد عندنا كميات زودناها، فبدل ما عملنا السنة اللي فاتت 500,000 السنة دي وصلنا ل 750,000 كرتونة مواد غذائية هيتم توزيعها من خلال 4 مؤسسات. معنا شراكة مع بنك الطعام المصري، مصر الخير، صناع الخير، والأرمان، ودول شركاء معانا في الحاجتين، يعني سواء في توزيع الكراتين المواد الغذائية وفي الموائد. الموائد طبعا برضو هتكون ممتدة طوال شهر رمضان في جميع محافظات الجمهورية، وحقيقي يعني احنا شغالين على قدم وساق علشان نقدر ان احنا نلحق ننفذ الحاجة وتكون بشكل لائق، ونقدر ان احنا نوصلها لكل الأسر المحتاجة، وده وفقا لقواعد البيانات اللي موجودة في كل مؤسسة من المؤسسات دي، وهم مؤسسات حقيقية عريقة وعندهم سابقة خبرة كبيرة في هذا المجال، وعندهم قاعدة بيانات لأكثر الأسر احتياجا والأماكن اللي فعلا الأكثر فقرا اللي نقدر نوصل لهم الدعم بطرق مختلفة. عندنا السنة دي بقى مفاجأة جديدة طبعا احنا عاملينها علشان الأطفال في دور الرعاية، ودي الإضافة اللي أضفناها السنة دي، وهي الكساء، لأن حقيقي هو لا يقل أهمية إطلاقا عن الغذاء. الأطفال في دور الرعاية محتاجين إن هم يحسوا برضو بفرحة العيد، ويحسوا إن هم عندهم اكتفاء وإن هم مش مختلفين عن غيرهم. علشان كده إحنا إن شاء الله هنوزع 4,000 قطعة كساء طقم، يعني خلينا نقول هو طقم للأطفال في دور الرعاية وفي الأماكن الأكثر فقرا من القرى ومن النجوع. الطقم هيبقى فيه يعني طقم متكامل من ملابس داخلية لطقم خارجي لملابس نوم، بحيث ان هو يكون عنده سات كامل يقدر يكفيه. ومعانا في هذا الموضوع هو اللي بيشاركنا هو بنك الكساء المصري. فيعني الحقيقة يعني احنا وقعنا اتفاقية مع هذه المجموعة من المؤسسات العريقة اللي بتشتغل في مجال دعم المجتمع ومجال التنموي، واحنا سعداء جدا بالشراكة معاهم، لان من غير الشراكة عمر ما الامباكت هيبقى كبير، يعني مش هنقدر ان احنا نوصل للناس ونقدر ان احنا ندعمهم بالطريقة المثلى. يعني
وحقيقي احنا لما جينا فكرنا في المؤسسات اللي بتشتغل معانا، اكيد احنا توجهنا لكبرى المؤسسات اللي موجوده في مجال التنموي واللي بتشتغل في مصر في المجالات المختلفه. فاحنا سعداء جدا بالشراكه معاهم وبنثمن دورهم. وحقيقي انا برضو احب ان انا يعني اشكر الاداره الذكيه في المصريه للاتصالات على حكمتها، يعني الاداره الحكيمه انها قدرت انها تتخذ قرار صائب جدا انها تدعم المواطنين المصريين في الشهر الكريم، سواء عن طريق الغذاء او عن طريق الكساء، وتنفيذ مثل هذه المبادرة الضخمة واللي هي هتكون إن شاء الله أكبر مبادرة في شهر رمضان الكريم. بشكر جدا الأستاذة نجلاء نصير رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية في الشركة المصرية للاتصالات وي. نفتح سوا أبواب الخير. نفتح سوا ورجعنا لكم تاني في برنامجكم أبواب الخير في رمضان. حلقتنا خلصت. قبل ما أسيبكم عاوز أقول لكم لكل واحد بيسمعني في رمضان لازم تعتذر لتلاتة: من قصرت في حقه، من جرحته بقصد أو بدون قصد، من غبت عنه وقت الشدة ولازم تسامح تلاتة، من اختابك في غيابك. من اختابك في غيابك يعني مش تاخده بالحضن وبعدين يا دوبك يدور وشه وتروح مديله، لا، من ظلمك سامح. انا عارف حد يقول لي ظلمني وسامحه ازاي، حاول والله حاول. يعني انا ما اخبيش عليكم، انا اتظلمت كتير وسامحت وتصدقت بعرضي، فبالعكس سامح سامح علشان ربنا يسامحك. التالت: من اساء اليك. هتقولي يعني شتمني، عارف غلط في حقك، ضرك في أكل عيشك، دل عليك، قال عليك كلام غير صدق، كرهك من نفس أمارة، اجتهد مع نفسك. يعني أنا بصوا أنا مش عايز أكون مثالي في كلامي وأنا بتكلم معاكم، لكن يعني اجتهد مع نفسك. والله صدقوني يمكن الغضب من الشخص بيبقى كبير جدا، لكن ممكن مع الهدوء ومع الاستغفار وإن الإنسان يهدى ممكن يسامح. بس لازم كمان الطرف التاني يشعر بالغلط عشان خاطر يبقى السماح مقبول. اصل في حاجات حقوق العباد دي ما بتسقطش يوم القيامة، خلي بالكم. يعني انت هتشتم واحد هيجي يوم القيامة قدام ربنا هيقول لك يا رب شتمني. اللي عند الله ربنا بيسامح فيه، لكن اللي عند العبد هتعمل فيه ايه؟ فلازم الطرفين، يعني انا مش هطلب من طرف واحد، اللي غلط لازم يشعر انه غلط ولازم يبقى عنده ثقافة الاعتذار بصراحة، وفي نفس الوقت اللي اتغلط في حقه طالما شعر ان اللي قدامه بيعتذر وانها توبة نصوحة لازم يقبل الاعتذار. يعني هو الطرفين، لكن انا مش هسامح مثلا هو مستمر في الغلط، لا، يبقى انا كده مش هدعي المثالية. لكن لازم انت كمان تجتهد، يعني لازم كل انسان بالبلدي كده يعرف انه غلط. والكارثة لو انت اعتقدت انك انت ما بتغلطش، ده بقى قمة المشاكل. يعني ساعتها خلاص بقى اذا كنت انت يعني البعيد مش حاسس انه غلطان، طب انا هسامحك وانت مكمل غلط. ارجوكم استغلوا رمضان في تقويم النفس وتهذيب النفس واذكاء النفس، انك انت لما تغلط تعتذر وتتوب، سواء الغلط في حق انسان سواء الغلط في حق نفسك وهكذا الاخر. ولازم تشكر تلاتة: من حمل لك في قلبه محبة، ومن دعا لك بظهر الغيب، من كان لك عنده قدر كبير من الاحترام. واشوفكم على خير يا رب بكرة، وانتم في صحة وستر وسعادة، ورمضان كريم عليكم ان شاء الله.